ولنقاش الملف السوري ينضم إلينا من مدينة مرسين التركية رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار غزوان قرنفل عبر الهاتف. أهلا بكم سيدي. تحياتي لحضرتك. كيف تقرأ الموقف الروسي الذي يراه مراقبون متناقضا بين جلسة اليوم في مجلس الأمن والقمة الثلاثية في أنقرة قبل أيام حول الهدنة في إدلب؟ الحقيقة أولا جلسة اليوم في مجلس الأمن هي إعادة تأكيد على الفشل الذريع اللي في الطريقة اللي عم تتعامل فيها الأمم المتحدة مع الملف السوري. يعني لم يحصل في تاريخ أي صراع غير الصراع السوري أن استخدم حق النقد 13 مرة لإجهاض أي مسعى إما لوقف إطلاق نار أو لإحالة ملف الجرائم والانتهاكات إلى محكمة جنايات دولية. نعم. التناقض اللي عم تشيري له حضرتك بتقديري ما يحصل في سوتشي وفي الثاني هو حفلة تكاذب لا أكثر. يعني روسيا لن تلتزم بأي وقف لإطلاق النار هناك منذ البداية. مسعى لقضم وهضم محافظة إدلب على مراحل، المرحلة الأهم فيها هي السيطرة على الطرق الدولية اللي هي طريق حلب دمشق وطريق حلب اللاذقية. نعم. وهذا إلى الآن لم ينجز، وبالتالي هناك جولة جديدة من العنف. سيكون المدنيون هم وقودة بكل تأكيد، ولعل الإجهاض القرار اليوم هو تأكيد على هذا التوقع. ننتقل إلى المنطقة الآمنة. إلى أي مدى تظن أن هذه المنطقة التي تزعم تركيا إقامتها والتي من المتوقع أن تستوعب 3 ملايين سوري ستكون جزءا من الحل النهائي للأزمة السورية؟ أيضا بتقديري هناك شيء من التكاذب الأمريكي التركي. الولايات المتحدة لن تتخلى على الأقل في المدى المنظور عن حليفها الكردي، وبالتالي لن تسمح لتركيا بإنشاء المنطقة الآمنة كما تراها تركيا. قد تسمح بإنشاء شريط يعني وفق الصيغة الحالية يضمن الحدود التركية الجنوبية، ولكن لن تسمح الولايات المتحدة لتركيا بإنشاء منطقة آمنة وفق التصور التركي وفي العمق الذي تسعى إليه تركيا. شكرا جزيلا لكم سيد غزوان قرنفل رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار، كنتم معنا عبر الهاتف من مدينة مرسين التركية.